هو آخر من تبقى من السراجين المختصين بصناعة النعل الشطراوي في سوق الشطر الكبير، ومحله الصغير الأخير بطرازه القديم. الحاج باقر ظل وفيا لمهنته رغم أنه تجاوز 80 عاما، ولم يعد هناك طلب على ما يصنعه بيده. كلهم راحوا إلى رحمة الله، بس أنا أشتغل بهاي هسه. أكو عليها طلب؟ نوبات يجون، يجون من غير مكان، من الخارج. ذول العراقيين وياخذون، سعوديين ثلاثة ياخذون إلى اسم بالسوق، عالم كرم اسمع شغل الشطرة. في السوق الذي بدأ نشاطه الاقتصادي في ثمانينيات القرن التاسع عشر بشكل بسيط وبني بطراز حديث منتصف القرن الماضي، ما زالت العديد من المهن القديمة تصارع من أجل البقاء، كخياطة العباء العربية والزي العربي الذي ما زال يحظى بأهميته في مناطق الجنوب، إضافة إلى صناعة العقال وخياطة الصاية والسترة. كصناعة محلية أبداً ما يعني يزود ما ينقص، كصناعة محلية، لأنه العقال المستورد أولاً مو المادة الأصلية، كلها مادة نايلون. هذا العقال لازم غزل، مرعز يسموه. وكان للأنشطة الزراعية أثر كبير في ازدهار بعض المهن في بدايات هذا السوق، فالحدادون والصفارون وصانعو الأدوات الزراعية شكلوا مشهداً مهماً ليومياته، ولم يبق منهم إلا القليل. أثر سلعة استهلاكية، يعني سلعتنا بعد العمل اليدوي ما حد يشتري لأن شوية سعره يزيد، وعمل يعني مضبوط لوادم الدورة الرخيصة المناسبة. في هذا السوق مهن تصارع النسيان وأخرى اندثرت، لكنه ورغم كل هذه المتغيرات ظل ذاكرة تختزن أهم ما مر بهذه المدينة من أحداث، وشاهدا على التعايش الاجتماعي فيها. أحمد السعيدي، الحرة، مدينة الشطرة.